اول ما اشتركت في يونج ارب فويسز 2011 وانا الصراحه كانت حياتي كلها اتغيرت، كانت تيرنينج بوينت في ماي لايف. الاول بدات بمناظرات في جامعه القاهره عادي جدا، لقيت نفسي بفكر بطريقه مختلفه، لقيت نفسي بدور على معلومات جديده، بقرا كتب اكتر. بعد كده في 2012 لما عملنا كاس مناظرات مصر وابتدينا نروح المحافظات بنعمل مناظرات بين المحافظات، وفي الاخر اتقابلنا في القاهره عشان نعمل المناظره الكبيره الفاينل. كان حلو جدا ان انت تقابل ناس كتير من محافظات مختلفه، وان انتوا كمان تقعدوا مع بعض وتتناقشوا في قضايا كتير. وهنا كمان لما جيت هنا الوضع اختلف خالص، ما بقتش بس هي المحافظات المختلفه، لا دي بقت دول كمان مختلفه. فاحساس رائع جدا ان انت كل الدول دي بتتكلم لغه عربيه، لكن كلنا عندنا لهجات مختلفه، كلنا بنتعلم بطريقه مختلفه. حلو جدا في موضوع المناظرات ان هو بيديك ثقه في نفسك جدا، بيخليك تقدر تقف قدام الكاميرا انت مش خايف منها، خليك تتكلم بطلاقه، بتتكلم بحريه. كمان حاجه اتعلمتها جدا من مهاره المناظره ان انا اتعرفت على ناس كتير من اماكن كتير، وانا مبسوط جدا بده. كمان التريننج اللي احنا خدناه عن الفوتوغرافي وازاي نصور كان حاجه حلوه جدا، وحاسس ان هي تفرق كتير في حياتي وفي ماي كارير يعني. كمان مبسوط جدا ان انا بقيت بطلع على حاجات سياسيه اكتر، انا ما كنتش بحب السياسه، دلوقتي بقرا حاجات سياسيه وحاجات اجتماعيه اكتر عشان تفيدني في موضوع المناظرات. الارقام بقت حلوه جدا ان انا احفظ ارقام، احفظ احصائيات، احفظ سنين، مراجع ريسورسز استخدمها في المناظرات بتاعتي. اللي انا اتعلمته في الثلاث ايام دول مع يونج ارب فويسز هيفيدني كتير جدا ان انا ازاي اروج اكتر للمناظرات، ازاي اعمم الثقافه دي وسط الشعب المصري، ازاي انقلها للوطن العربي كله عشان يجي يوم من الايام ان الشباب العربي يقدر يبقى ليه صوت، ومش صوت عادي، لا يبقى صوت قوي كمان يوصل الحضاره العظيمه اللي عندنا للعالم كله.